أنا أفكر الفكرة اللي ما تقولها. المسيح دائما رفض أنه يكون هو نبي أو مرسل أو إله قومي فقط منتمي إلى شعب واحد اللي هو الشعب اليهودي آنذاك، ويمكن دفع ثمن ذلك حياته وصلبه لأنه أراد أنه يكون لكل الناس. مش هيك الوصية الأخيرة اللي تركها يسوع لكل العالم مش بس لتلاميذه، أحبوا بعضكم بعضا لدرجة أنه أحب أعدائه وأحب اللي كانوا عم يصلبوه. بعتقد هيدي الدعوة لنا، هيدي رسالة المسيح، المحبة الشاملة تعني أنه الله بده ايانا نعيش بمحبة وبشركة مع تنوعنا اللي ما بينتهي. بالنسبة للقرآن كتير سهلة، لأنه الله يذكر في القرآن الكريم أنه الله هو الذي أراد هذا التنوع، مش بس أراد تنوع ألسنتنا وألواننا، ولكن كمان أراد تنوعنا أنه ما عملنا أمة واحدة ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، عملنا طرق مختلفة، أديان مختلفة، وبيذكرها بعدة آيات. هون القرآن بيربح. فينا نحكي دين. فينا نحكي دين.